خلينا ننزل الشارع ونشوف كام رايح كأنا ونشوف رأي الناس ايه رجالة وستات ونرجع نكمل موضوعنا. هو طبعا ده مش طبع الشعب المصري، الشعب المصري طول عمرنا اتربينا واهالينا هم المسؤولين مسؤولية كاملة عن البيت، انما احنا بنقول لو يعني الست متفاهمة مع الراجل وقدرت تشتغل جنب جوزها وتساعده على ظروف الحياة ده شيء مش عيب، يعني ده شيء جميل، بس ما يبقاش فيه حتة اهمال يعني برضو في البيت، والست لازم تهتم برضو بجوزها وبيتها وما تحسسوش بالنقص. لا طبعا ابدا ابدا ابدا، اكيد انا هحاول ان انا ما افقدش شغلي باي طريقه، لو انا انسان سوي مش هفقد شغلي، يعني هحافظ على شغلي وهحافظ على اسرتي وهحافظ على بيتي، لكن لو لا قدر الله لاي سبب من الاسباب الشغل مثلا اتفقد او كده هدور وهعمل محاولات تانيه باي وسيله تانيه ان انا اشتغل ويبقى في مصدر للكسب وكده، لكن ان انا اقعد في البيت دي صعب جدا يعني. لا طبعا بالتاكيد ما فيش مصري يقبل الوضع ده ابدا، ممكن تحسين وضع او تشارك اجتماعيا، اما تصرف لا طبعا مفيش واحد عائله يوافق يعني. لا طبعا الرجال قوامون على النساء، امال القوام ده في ايه؟ هي لها بيتها وعيالها، انما غير كده الراجل يكافح ويجيب. لا مستحيل طبعا، مفيش حد يقبل، مفيش حد يقبل الكلام ده، هو الراجل اللي هو عمود البيت عامه يعني، هو بيكافح وهو اللي بيدور وهو لو هيشيل تراب هو الراجل لازم يصرف على البيت. لا طبعا هشتغل تاني، هحاول تاني وتالت، ما ينفعش هتنزل اصلا. لا طبعا لازم اشتغل، ده انا ما اقدرش، ده انا بعاجز لو قاعد في البيت. لا لو هو قادر ما قبلش طبعا، هو لازم يكون هو اللي يشيل البيت وهو اللي يصرف وهو اللي يعمل كل حاجه، لان هو الراجل. انا ممكن اساعد لكن لو هو تعبان وانا لازم اراعي ظروفه واساعده طبعا، لو هو تعبان ومش قادر طبعا لازم. لا طبعا ما بلش، يعني ازاي يعني انا اللي هصرف على البيت وهو هيبقى قاعد كده في البيت؟ ما ينفعش يعني، هي بطبعنا احنا كمصريين ان الراجل هو اللي قوام على البيت وهو اللي بيصرف، فكوني انا بشتغل فالرسول عليه الصلاه والسلام يعني بيقول ان دخل الزوجه ليها هي مش للزوج، وإذا كنت أنا بصرف مساعدة مش أكتر. لا هقول له لا طبعًا، هو راجل إزاي؟ ما هو لازم يصرف ويشيل مسؤولية ويشيل أهله وأهل بيته وعياله، ما لازم يصرف. لا أقدر أساعده اللي هو يلاقي شغل ولو كده يعني لغاية ما يلاقي، أما لو هو قاعد بمزاجه لا. لو هو تعبان لو هو تعبان مش قادر يشتغل وعنده ظروف أنا هشتغل وأساعده. معايا؟ إنما لو في صحة وعايز يقعد في البيت لا هسيبه طبعًا. طب وليه يبقى جوزي؟ طيب ما هو المبدا نفسه ما يقعد في البيت، يعني هو يقعد في البيت، انا ايه لازمه ان انا انزل واشتغل واتعب وهو قاعد؟ مش مقياس خالص يعني، الا لو في ظروف بتحكم. مفيش راجل من غير شغل، كل الرجاله بتسعى عشان رزقها، مفيش حد بيقعد في البيت، حتى اللي ملهوش شغل بينزل يشوف رزقه في الشارع، مفيش حد، مفيش راجل بيقبل على نفسه انه يقعد في البيت. لا طبعا محدش يقول كده، الراجل راجل مهما كان. لو في مانع قانوني يعني او في ظروف صحيه بتمنعه اوكي عادي مفيش مشكله عندي، بس لو هو بيرمي اللود عليا انا بس لوحدي فاكيد لا يعني.